بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ولادنا سينيور وان ان شاء الله زي ما عدناكم هنحل مع بعض امتحانين كده يفوقوك ويضموا المنهج ويظبطوا الكلام ان شاء الله رب العالمين، زي ما ان شاء الله بنوعد الناس ربنا سبحانه وتعالى بيوفي عننا. واحنا النهاردة عندنا امتحانين. امتحان الاول هو امتحان شامل على الجزء الاكبر اللي سعادتك هتمتحن فيه بكرة، وده بيج 85. واحنا هنبدأ بالامتحان الاسهل وبعد كده هنروح على الامتحان الاصعب. تمام. طبعا مش عايز اقولك انت هتستفاد جدا باذن الله، لسبب ان انت سعادتك هتضرب عصفورين بحجر واحد، منها تأكد على مذاكرتك ومنها هتعرف السؤال ممكن يجي ازاي. ونتمنى من الله ان الاسئلة دي تيجي بكرة او يجي ايه شبهها علشان نتعامل ايه معاها. ماشي الكلام. يلا بينا نبدأ من الأسهل وبعد كده نروح للأصعب. قبل طبعا برضو مبدأ، معلش أنا كنت عامل، أعوذ بالله من كلمة، أنا كنا عاملين اللايف ومتسجل على الجروب ده، برضو كان امتحان شامل كده حلو قوي كده هيظبط لك الدنيا. برضو هو موجود على الجروب ومرفوع على القناة، فساعدتك طبعا فضلا لو عايز تظبط الدنيا أكتر. احنا عملنا امتحان وهو موجود. تمام. انما النهاردة هنبدأ اهو، يلا بينا. بيقول لي هنا the pound is the measuring unit of the mass in the ومديني system. طيب الباوند ده هل هو في البريتش، في الانترناشنال، في الفرنش؟ all answers are correct. طبعا الباوند ده بيخص ايه يا شباب؟ بيخص ايه؟ البريتش. بيبقى معاك طبعا، انت معاك الايه المعلومات دي تقدر تجاوبها بسهولة جدا. يلا بينا نروح لنمبر 2. بيقول لي the best way to judge the accuracy of measurement is through. افضل وسيلة ان انا احكم على دقة القياس من خلال الـ absolute error اللي هو الـ delta x، ولا من خلال الـ relative error اللي هو الـ r اللي هو الـ ratio، الريشيو دلتا اكس اوفر اكس او، ولا من خلال البرودكت اوف ذا ريليتيف ايرور اند ذا ابسولوت ايرور، ولا اول اوف ذم. طبعا على السريع كده اول اوف ذم مش نافعه، لان نمبر سي اصلا هي مش علميه، مش مفيش حاجه اسمها برودكت، فانا هستبعد سي ودي. كلام على مين؟ الكلام على المقارنه ما بين الابسولوت ايرور والريليتيف ايرور. زي ما سعادتك عارف ان الابسولوت ايرور is just a difference. الـ absolute error يا باشا عبارة عن difference، ما بيدينيش أي indication عن الـ accuracy، لأن هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن x xO minus x measured، and that's why مجرد الفرق ده ليس له أي indication. إنما اللي بيجي percentage يجي في شكل إيه؟ percentage اللي هو الـ R. ركز معايا يا باشا، الـ R عبارة عن دلتا X divided by XO. طب ساعتك ممكن تضرب الكلام ده برسنتج؟ ممكن تعمل الكلام ده برسنتج؟ اه طبعا ممكن اعمل الكلام ده ايه برسنتج. وبالتالي ايه علاقة الـ relative error بالـ accuracy يا شباب؟ علاقتها inverse. علاقتها ايه؟ inverse. يعني مثلا لو قلت مثلا ان الـ R عبارة عن 2%، مين اللي قال لك الايه البرسنتج دي؟ ان هي ريشيو. خلي بالك الريشيو هنا هي الاجابه، او هي اللي هتخليني افهم. طيب يبقى هنا الاكيورسي هتبقى كام في الميه؟ هتبقى 98 ايه في الميه حسب وجهه نظر الريلاتيف ايه ايرور. يبقى هنا في علاقه انفرس ما بين الريلاتيف ايرور والاكيورسي. نرجع لموضوعنا، ان الار عنده انديكيشن، هاز ان انديكيشن، وايل الدلتا اكس is just a difference. Just a difference. يبقى هنا وانت ماشي الدلتا اكس ما عندكوش indication بس عنده unit،
والار عنده انديكيشن بس يونت ليس، بس ايه؟ بس يونت ليس. تمام، تعال نروح للسؤال اللي وراه، تعال نروح للسؤال اللي وراه اللي هو بيقول based on the right hand rule for the cross product of the two vectors the thumb points to the direction of. طبعا سعادتك دلوقتي لازم تبقى عارف القاعدة بتاعت الرايت هاند، ان الثمب بيوضح الدايركت، الثمب اللي هو دوت بيوضح البربنديكولار دايركشن بتاع مين؟ الكروس ايه؟ مالتيبليكيشن. تمام، يبقى هنا نقدر نقول ان الفيرست فيكتور ما ينفعش، الفيرست فيكتور مع السكند فيكتور داخلين في الروتيشن. الروتيشن بيبقى ازاي؟ الروتيشن بيبقى ان الفيرست فيكتور يلف يقوم ايه عامل كروس للسكند فيكتور، يبقى الدوران دوت شايفه هو الفيرست فيكتور والسكند ايه فيكتور، انما الثمب بيوضح البربنديكولار ايه دايركشن، بيوضح البربنديكولار دايركشن بتوين براكت بيوضح الفيكتور برودكت. يبقى انا هنا اجابتي المظبوطه اللي هي نمبر دي، او الفيكتور برودكت بتاع التو ايه، بتاع التو فيكتورز. عرفت ازاي؟ Let's move on to another question. If the kinetic energy of a body is given by the relation of mv squared, then the dimensional formula is. وطبعا ساعتك انت مش هتغلب، انت مذاكر ان الدايمنشنال فورمولا بتاعت الانرجي هي نفسها بتاعت الورك، هي نفسها بتاعت الورك، and it is طبعا اللي هي ml squared t power negative 2. طبعا سعادتك راجع لي على الجدول بتاع الدايمنشنال فورمولا هتلاقي ايه الموضوع هيمشي ان شاء الله معاك. الفيرنيال كاليبر از يوزد ان ميجرينج اي سمول ماسز، سمول ماسز ده كمان فارغ، ذا ديستانس بتوين سيتيز ده اي هبد، سمول لينث ايوه هو ده الكلام، يبقى سمول لينث هي دي الاجابه بتاعت الفيرنيال اي كاليبر، شرحناها بشكل تفصيلي اللايف اللي فات، وقلنا لو جاتلك في العملي ارجع لللايف اللي فات ان شاء الله تبقى ايه تظبط الايه تظبط الكلام. طب تعالى 86 معايا، بيج 86، والناس اللي لسه بتضم علينا في اللايف ده عباره عن لايف بنحل عليه امتحانات شامله علشان بكره ان شاء الله نلاقي اسئله شبهه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونخرج مبسوطين. انا بحل ايه دلوقتي؟ بحل الامتحان الاسهل النهارده، وكمان شوية هحل الامتحان الأصعب. امتحان الأصعب بفكرك بإن الفيرنير كاليبر مع الميكرومتر بيقيسوا إيه؟ السمول إيه؟ لينث، بيقيسوا السمول إيه؟ لينث. خلاص؟ Let's move on to page 86 يا شباب. يلا بيج 86 ويلا بينا. بيج 86 بيقول لي إيه بيج 86؟ بيقول لي الراجل دوت، طبعا كلنا معانا المعاصر، وانا طالب من حضرتك تركز معايا بس. بيقول لي for the resultant two vectors، for the resultant two vectors، السؤال طبعا موجود في اول الصفحة، for the resultant of two vectors to be maximum the angle between them must be، علشان ال resultant بتاع two vectors يبقى maximum لازم يبقوا الاثنين in the same direction. دي تعتبر قاعدة او تعتبر condition اقدر من خلالها احل السؤال دوت. يعني مثلا لما يبقى عندي ايه 3 4 نيوتن، 3 4 نيوتن دول بيجوا او بيجوا positions مختلفة، ممكن 3 4 نيوتن يبقوا in the same direction يبقى 7، وده طبعا هو الايه السؤال ده معنى السؤال، ان لو 3 مع 4 في نفس الدايركشن يبقى الزاوية ما بينهم زيرو. ادي الثري اهو معايا يا ابني، وادي الفور اهو معايا يا حبيبي، يبقى اصبح دلوقتي ايه ريزلتنت هتبقى كام؟ 7 نيوتن in the same direction. طب افرض يا مستر انت غيرت الكلام ده اهوت، خليت الفور ايه، خليت الفور فين؟ في دايركشن، وخليت الثري ايه في اوبزيت دايركشن،
ايه اللي هيحصل يعني يا مستر؟ اللي هيحصل ان الريزلت انت تبقى في اتجاهك كبيرة، وهتبقى اقل من ايه؟ اقل من اقل واحدة، انما هنا في الاتجاه الايه الاصلي، واكبر من اكبر ايه واحدة في الاتجاه بتاع الاتنين، واكبر من اكبر ايه واحدة. طيب ايه الفرق هنا في الانجل ما بين اول وتاني واحدة شباب؟ هنا الانجل بزيرو، هنا الانجل ايه بزيرو، مفيش فرق في الزاوية، هنا الانجل ايه بزيرو. on the other hand الانجل هنا بكام؟ ايوه الله ينور عليك يا حبيبي، الله ينور عليك يا حبيبي، الانجل بكام؟ ب 180 درجة. عند اقدر اقول من الرسمتين دول لما الزاوية تبقى بزيرو يبقى الريزلتنت بتاعي ايه؟ ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم ايه فاليو. طب افرض يا مستر عملت بيربنديكولار، عملت بيربنديكولار هتقولها لوحدك، بيربنديكولار هيبقى بتوين 1 و7، بيربنديكولار هتبقى بتوين 1 وايه و7، بحيث انها تبقى بالبيثاغورس ثيرم هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي الهايبوتنس ده هيبقى 5، يبقى تمام. افتكر الموضوع ب 3 4 5، 3 4 5، والله لو هما بيربنديكولار تبقى 5، لو هما ان ذا سيم دايركشن تبقى 7. ودي طبعا اجابة السؤال اللي في ايدي دلوقتي. طب لو هما in opposite direction 180 degree يبقى ساعتها هتبقى resultant في اتجاه الاكبر، وبتبقى اقل من اقل ايه؟ اقل من اقل واحدة. نرجع لسؤالنا بعد ما شرحنا، والسؤال بيقول find the resultant of two vectors امتى يبقوا maximum؟ لما الزاوية سعادتك بتبقى بزيرو. between the two vectors بحصل على اقصى ايه فاليو. عرفت ازاي؟ وانا شرحتها لك قبل الارقام، وقلت لك حول الكلام لصروف 3 4 وشوف الريزلتنت، هل هي 7، هل هي 1، هل هي 5. عرفت ازاي؟ تملي لما يبقى في سؤال في بازل حوله الارقام، الدنيا هتبقى ابسط ان شاء الله كتير باذن الله. يلا بينا نشوف نمبر 8. بيقول لي if the resultant of two forces has a magnitude smaller than that of the larger force. بيقول لي resultant عنده value أقل من ال ايه ال value بتاعت الكبيرة. طيب ده يشبه ايه؟ يشبه الزاوية 180 درجة. الزاوية 180 درجة لو تبص معايا أنا لسه شارحها أهو، resultant أقل من مين؟ أقل من الكبيرة. وده معناه ان هما in opposite ايه؟ in opposite direction. يبقى الاجابه هنا هتبقى in opposite ايه؟ direction. تمام؟ عرفت ازاي يا حبيبي؟ تعال نشوف number 9. which of the following choices describes a plus b equals c؟ وبيديني مجموعة ايه choices. تعال نبص مع بعض على الرسمة. طبعا انت حضرتك لما تيجي تبص على الرسمة اللي موجودة اهي، بص كده معايا كويس، انا عايز الايه التو فيكتورز يبقوا ايه سكسيسيف، علشان التالت يعمل ايه يعكسهم، يبقى ان اوبوزيت دايركشن. يبقى انا عندي هنا قاعدة السكسيشن تقول لك ايه، ان في التريانجل لما يبقى عندي تو سايد سكسيشن والتالت يجي ان اوبوزيت روتيشن او اوبوزيت دايركشن، يبقى ده الريزلتنت ايه بتاعهم هما ايه الاتنين. بص معايا كده، السي بيسلم ايه الاي، السي بيسلم الاي، ومين بيجي ان اوبوزيت دايركشن البي، يبقى ده الريزلتنت ايه بتاعي سعادتك. يبقى انا دلوقتي السي بلس الاي، ومين جاي ان اوبوزيت دايركشن ايه البي. يبقى قاعدة السكسيشن تقول لك ايه، ان لازم الاي الريزلتنت بتاع التريانجل يجي يقفل التريانجل ان اوبوزيت دايركشن. يبقى انت عندك كده بص بتلف، مين بيسلم التاني؟ سي راح مسلم على الايه، مين جاي مخاصمه؟ البي جاي مخاصمه من اخر الدنيا اهو. يبقى ده الريزلتنت ايه، يبقى ده الريزلتنت ايه بتاعي. شفت ازاي؟ يبقى انا دور اقول الاجابه المظبوطه ان سي بلس ايه ايكوال بي، سي بلس ايه ايكوال بي، اللي هي نمبر ايه، اللي هي نمبر سي، اللي هي نمبر ايه، نمبر سي. تمام؟ طيب يلا بينا نروح سؤال اللي وراه ونشوف السؤال بيقول ايه. بيقول لي which of the following، اقرا معايا قبل ما اظبط انا ايه اموري هنا. which of the following choices describes
او السؤال اللي وراه بيقول سوري، حسن measured the length of a building by a meter tape. حسن بيقيس الارتفاع بتاع الايه البيلدينج باي اميتر ايه باي اميتر تيب. طيب لما حسن يعمل كده فده بيشتغل على خطوة واحدة، يبقى هو الايه التايب اوف الميجرمنت طالما خطوة واحدة يبقى دايركت، يبقى ايه يبقى دايركت، لان حسن ما عملش غير خطوة واحدة، يبقى دايركت خطوة واحدة في القياسات تبقى دايركت. طيب انا هستبعد كل الايه كل الاندايركت واي ايه حاجة جنبه، كل الرو بتاع الاندايركت هستبعده، يبقى انا هستبعد سعادتك ايه السي والدي، يبقى هشتغل على ايه هفاضل ما بين ايه وبي، هختار ما بينهم على اساس ان الاتنين دايركت، بس طبعا هنا لازم ايه اختار ايه الاختيار السليم لحد الاخر، لحد ايه لحد الاخر. طب لما تيجي سعادتك تبص دلوقتي على المعادلة بتاعتنا، هتلاقي الجزء بتاعها عبارة عن تن، ركز كده معايا اهي، ادي المعادلة سعادتك عبارة عن تن، ده الاكس او بتاعتك، ده الابسوليوت او ده الاكشوال فاليو سعادتك بتاعتنا، ده الاكس او وده الدلتا اكس. يبقى لما تقسم معادلة القياس الطرف الايسر بيبقى القيمة الحقيقية الفعلية اللي هتقوم بجميع العمليات الحسابية، والطرف الأيمن اللي بعد الإشارة ده بيمثل الإيرور، بيمثل الإيرور. مرة كمان، معادلة القياس بتتكون من جزئين يا باشا، الجزء الأول هو القيمة الفعلية أو هو الريزلت بتاع البروسيس الماثيماتيكال اللي بتعملها، سواء كان برودكت ديفيجن اديشن سبتراكشن، كل العمليات الحسابية بيعبر عنها الايه الطرف الايسر، خدت بالك؟ طب الطرف الايمن يا مستر، الطرف الايمن ده تملي، بيبقى العملية الحسابية بتاعته سميشن، ما ينفعش غير ان هو سميشن، سميشن لانه بيبقى فيه تراكم، والتراكم معناه بلس 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 بلس. خد بالك من ان البلس والماينس دي مش بتخص الدلتا اكس، البلس والماينس دي بتخص الايه الاكس ميجر اللي هو الاوتبوت بتاع المعادلة دي. خلاص يبقى 0.1 دي على طول بوزيتيف، ولما يتلاقي عليها اي اكيميوليشن بيبقى برضو سميشن سميشن سميشن، يبقى الجزء الايمن دوت هو السميشن بتاع الايرورز، اما الجزء الايسر دوت هو الاكشوال ايه فاليو. تمام. طب ازاي يا مستر لما بص بصه كده احسب ايه احسب الدلتا اكس والريلاتيف؟ ما الدلتا اكس ايه سعادتك في ايدك ايه، بص يا باشا ادي الدلتا اكس اوريدي موجوده ايه، يبقى اقدر اقول الريليتيف عباره عن 0.1 ديفايدد باي 10، الريليتيف دلتا اكس ديفايد باي اكس او يبقى 0.1 ديفايدد باي 10، اند ذاتس واي الرو المظبوط هو نمبر بي من غير ما حد يقول لك، لان اصلا 0.1 مظبوطه كدلتا اكس، والديفيجن بتاعنا ده على دوه بيديني 0.01 اللي هو الريليتيف ايرور. عرفت ازاي؟ بيقول لي بعد كده السؤال اللي وراه منشن وان يوز، منشن وان يوز للهيدروميتر، طبعا الهيدروميتر از يوز تو ميجر الدنسيتي ان طبعا دايركت ايه واي، بيديني قراءة الدنسيتي بايه بطريقة مباشرة، طريقة مباشرة. خلاص الهيدروميتر جهاز قياس الدنسيتي بطريقة مباشرة. واحد يقول لي هي الدنس كنت بقيسها بطريقه غير مباشره، ايوه امال ايه، كنت بتجيب الماس بالبالانس وبتجيب الفول بالجراديويت السلندر، وبالتالي انت بتستعمل خطوتين، انما الراجل اللي صنع الهيدروميتر حول الفكره دي من اندايركت ميجرمنت لدايركت ايه ميجرمنت. عرفت ازاي؟ ليتس موف اون تو نمبر 12. بيقول لي فروم ذا اوزيت فيجر اف ا بودي موفز الونج ذا سيركمفرنس of a circle from point A to point B. خلي بالك A ل B دي عبارة عن ربع سايكل، ارجع لشرح الربع سايكل والنص سايكل وان كومبليت سايكل. طبعا لو انت رجعت على الكلام ده هو هتلاقي اللينس اتحركته، اللينس اللي ساعتك اتحركته عبارة عن كوارتر
في اللينث بتاع السيركل اللي هو 2 باي ار، اما الديسبليسمنت هتبقى عبارة عن ار روت 2، ار روت اي 2. تعالى افكرك بسرعة، يلا بينا افكرك بسرعة، يلا بينا. لو انا رسمت هنا، لو رسمت هنا سيركل، ركز معايا عشان تفهم الناس اللي هي عايزة تراجع معايا، لو رسمت سيركل واتحركت عليها ربع سايكل، انا طبعا برسم هنا ايه على ربع سايكل، برسم رايت انجل تراينجل، تمام، وبعدين بوصل هايبوتنس هنا بالبايثاغرام ثيريز عشان يبقى ده الديسبليسمنت بتاعي، شايف ده الديسبليسمنت بتاعي، تمام. طب وفين الديستانس؟ هو الاكشوال باث اللي اتحركت عليه اللي هو الكيرف ده، السيمي سيركل ديه. طيب خلينا نبدأ بحساب السيمي سيركل ديه، هي ربع اللينث بتاع السيركل، يبقى اقدر اقول ان الديستانس، الديستانس عبارة عن ربع اللينث بتاع السيركل اللي هو 2 باي ار، يبقى انا هقول كوارتر مالتبلايد باي 2 باي ار، ده الطول الدائري اللي انا اتحركت عليه ربع سايكل، ربع سايكل ده بالنسبة للديستانس. طب تيجي نحسبها بالمرة، انا عندي هنا كوارتر 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز 14، هتطلع معاك بفاليو معينة، دي هي الايه الديستانس. طب تعال نشوف الديسبليسمنت، هتاخد شورت ستريت لاين فروم الستارت الاند، يبقى هو الهايبوتنس بتاع مين؟ بتاع الرايت انجل تراينجل اللي قدام سعادتك دوت. طب ازاي بحله؟ انت عارف قول لي. يبقى عندي هنا الهايبوتنس اللي هو الديسبليسمنت عبارة عن ايه؟ اندر سكوير روت ار سكوير بلس ار سكوير، لان دي السايدز بتاعت مين؟ بتاعت التراينجل. امال فين الهايبوتنس؟ الهايبوتنس اللي هو طلبه اللي هو الديسبليسمنت، يبقى الديسبليسمنت اهي عباره عن اندر روت ار سكوير بلس ار سكوير. يبقى سعادتك هنا تعرف قبل ما تخش الامتحان ان الديسبليسمنت بتاعت ربع سايكل عباره عن ار روت 2. عرفت ازاي؟ ار روت 2، انا بفكرك، انا عارف ان حضرتك عارف، انا بفكرك ان هي ار روت 2 عشان لما تخش بيها بكره. طيب ما انا معايا هنا الار ب 14، يبقى 14 روت 2 سنتيمتر، يبقى ده ايه الديسبليسمنت بتاعت ايه المساله، تمام. تعال نروح لنمبر 13 مع بعض. لو رحنا لنمبر 13 مع بعض، نمبر 13 بتقول ايه؟ بتقول اف الاكس عبارة عن ال 5 بلس اور ماينس 0.1 متر، اند الواي عبارة عن 7 بلس اور ماينس 0.2 متر، كالكوليت اكس اوفر واي، دي معادلة ديفيجن، يبقى التراكم على الريلاتيف، معادلة الديفيجن يبقى التراكم على الريلاتيف، يعني هسم من الار 1 بلس الار 2، انما لو معادلة بلس يبقى التراكم على الابسوليوت، يبقى هسم دلتا اكس 1 على دلتا اكس 2. مرة كمان، مرة كمان، بص معايا، هعمل ماجيك تريانجل هيريحك، ركز معايا. انت لو معاك الماجيك تريانجل ده، القمة بتاعته بتبقى ايه؟ القمة بتاعته بتبقى الدلتا اكس، والقاعدة بتتكون من الار والاكس او. خلينا نبدأ بالكلام عن الاكس او. الاكس او دي هي العملية نفسها، سواء كانت عملية بلس اور ماينس، سواء كانت عملية مالتبلاي اور ديفايدد، يبقى الاكس دول الاكس او دي يا باشا العملية نفسها. طيب العملية نفسها دي هتفرق في ايه؟ لا طبعا، انت لو معاك بلس اور ماينس يبقى السمشن هيبقى على الدلتا اكس، لو معاك بلس اور ماينس هتقول يبقى دلتا اكس هي اللي هتاخد الايه السمشن، او ايه اللي هتاخد الايرور، تمام، الاكيميوليشن بتاع الايرور، كيميوليشن او التراكم بتاع الايرور. يبقى انا لو معايا بلس اور ماينس هيبقى معايا الايه الدلتا اكس اللي هتاخد التراكم، هتبقى دلتا اكس 1 بلس دلتا اكس 2 اند سو اون. اما لو كان العمليه برودكت اند ديفايدد، ركز معايا، يبقى مين اللي هياخد التراكم مني؟ اللي هياخد التراكم او السمشن هو الار، يبقى r total عبارة عن r1 plus r2 plus r3.
على اي اساس بتحدد السمشن بتاع الايرور؟ على اساس العمليه، لو هي بلس وماينس يبقى اللي ياخد الايرور سمشن هو الدلتا اكس، اما اللي هياخد التراكم لما العمليه تبقى ملتبلاي وديفايدد اللي هو الايه الار. طيب افرض يا مستر الدلتا اكس خدت التراكم، هعمل ايه في الار؟ اقول لسعادتك لو ده حصل الار هتحسبها ايه مره واحده، الار هتحسبها ايه مره واحده. يبقى انت لو ده خد منك التراكم التاني يبقى ستيبل. يعني ايه التاني هيبقى ستيبل؟ يعني التاني هتحسبه مره واحده، والعكس صحيح. يعني لو العمليه كانت تايم اور ديفايدد والار خد منك السمشن، مين اللي هيتحسب مره واحده يا باشا؟ الدلتا ايه اكس. يبقى انت عمال بتبدل، بس مين بداية الايه الحكاية؟ اصل الحكاية العملية. والله لو العملية سكندري يبقى الدلتا اكس هو اللي هياخد السمشن، لو العملية برايمري يبقى الار هو اللي هياخد السمشن، واللي ياخد السمشن التاني يتحسب مرة ايه؟ مرة واحدة. تعالى طبق علشان ايه انا كده رجعت وهأكد على كلامي بالتطبيق، يلا بينا. لو قلت هنا اكس عبارة عن 5 بلس اور ماينس 0.1 وواي عبارة عن 7 بلس اور ماينس 0.2، وساعتك عايز تعمل اكس اوفر واي، يبقى انت في عملية ديفيجن. يبقى مين اللي هياخد السمشن؟ اللي هياخد منك السمشن الار، ومين اللي هياخد استابيليتي؟ هيتحسب مرة واحدة الدلتا اكس. يلا نطبق الخطوات دي، يلا بينا. تعالى نحسب الاكس او، هنحسب دلوقتي مين الاكس او بتاعت العملية، يلا بينا، اللي هي ديفايد، اللي هي ايه ديفايد اهو. يلا يبقى هنا الاكس او بتاعت العملية، واللي هي عملية ديفايدد عبارة عن ايه يا مستر؟ عبارة عن اكس اوفر واي، يبقى 5 اوفر 7، يبقى ده الاكس او. فاكر الماجيك تراينجل موجود الاكس او فين في الماجيك تراينجل؟ ركز معايا، موجود في الحته دي اهو، اكس او موجود هنا. يبقى انا كده جبت الاكس او، دي اهم معلومه انا جبتها، تمام؟ لان انا حددت نوع العمليه، العمليه من نوع البرايمري، يبقى هنا مين اللي هياخد السمشن بتاع الايرور؟ اللي هياخد السمشن بتاع الايرور هيبقى برضو برايمري ايرور، اللي هو مين؟ اللي هو الريلاتيف. فهقول كده يبقى ار توتال، اللي هي موجوده فين الار توتال؟ موجوده هنا. يبقى طالما ده خد سميشن ده ياخد استابيليتي، ده يتحسب مره واحده اللي هو الدلتا اكس. يبقى هنعمل ار دلوقتي، ار توتال عباره عن ايه؟ عباره عن 0.1 ديفايدد باي 5 دي ار 1 بلس 0.2 ديفايدد باي 7، يبقى ده الار توتال. يبقى مين اللي هياخد استابيليتي او هيتحسب مره واحده الدلتا اكس؟ يبقى سعادتك دلوقتي لما تطلع دي في الاله، تعال نطلعها مع بعض، نحسبها مع بعض، يلا بينا بسرعه كده. 0.1 divided by 5 plus 0.2، طبعا انا بقول ار 1 بلس ار 2، ركز معايا الله يكرمك، divided by 7، يبقى الار توتال عباره عن 17 divided by 350. انا كده خلصت؟ لا، انا كده جبت اللي ايه السكوير هنا اللي موجود فين في الماجيك تراينجل. يبقى هنا في علامه تايمز، هطبق الايه البروسيس دي، اقول ار توتال تايمز اكس او، يبقى مين هيتحسب مره واحده؟ يبقى الدلتا اكس هي اللي هتتحسب ايه مره واحده. معايا؟ ماشي ماشي يا يوسف، ما انا بشرح تاني اهو، ركز معايا يا يوسف. ماشي، يبقى دلتا اكس هنا هتتحسب مرة واحدة. يبقى هنا مرة كمان اللي هياخد سميشن التاني ياخد استابيليتي، يعني ده هيتجمع عشان يعمل تراكم، يبقى التاني هيتحسب مرة واحدة. طب ليه يا مستر انت جمعت الارات؟ لان العملية ديفايدد. والله لو كانت العملية ديفايد او ملتبلاي ده اللي بياخد السميشن اهو، اما لو كانت العملية بلس اور ماينس مين اللي هياخد السميشن ومين هياخد استابيليتي؟ ايوه، اللي هياخد سميشن دلتا اكس، واللي هيستيبل او هيتحسب مره واحده ايه الار، تمام؟ يبقى احنا دلوقتي ايه هنعوض دلوقتي على دلتا اكس مره واحده بس، يبقى دلتا اكس عباره عن 17
over 17 over 350 multiplied by ال XO اللي انت لسه جايبها اللي هي 5 over 7 اللي هي 5 over ايه 7. طب انا كده دلوقتي هعمل ايه مثلا؟ انا احتست، ما انت الدلتا اكس دي هتكون ايه؟ هتكون الجزء الايه المتبقي من ايه؟ من الناتج. ركز معايا هتعرف دلوقتي. يبقى 17 over 350 اهي هملتبلاي ات بالاكس او بتاعت اللي هي 5 over 7. The answer will be delta x اللي هو ايه؟ الابر بتاع الماجيك تريانجل. طب ايه اهميه الابر؟ اهميه الابر ان هو جزء من معادله القياس. ركز معايا، يبقى هتطلع كام؟ هتطلع هحسبها فراكشن مش هتفرق معايا. يبقى انا هقول كده، يبقى معادله القياس عباره عن النهائيه الجزء الايمن العمليه نفسها. العمليه نفسها خرجت كام؟ خرجت 5 over 7 بلس اور ماينس الايرور بتاعي اللي هو كام؟ اللي هو اللي انا طلعته دلوقتي 17 divided by 490. يبقى دي كده تعتبر العملية النهائية، ده الجزء الأيسر زي ما اتفقنا العملية نفسها اللي هي divided، وده الجزء الأيمن تعبت فيه شوية لأن أنا جمعت relative وحسبت له الدلتا إكس مرة إيه؟ واحدة. الدلتا إكس هو اللي بيتكتب هنا يا شباب، الدلتا إكس هو اللي بيتكتب هنا. الدلتا إكس النهائية جت منين؟ إن أنا ضربت الـ R total هو اللي خد التراكم multiplied by مين؟ الـ XO multiplied by XO. ماشي الكلام؟ طيب لما نيجي نقول X plus 2Y أحسبها إزاي؟ X plus 2Y أحسبها إزاي؟ دي معادلة summation، يبقى مين اللي هياخد منك الـ summation في الـ errors؟ اللي هياخد الـ summation في الـ errors هو الدلتا X. ومين اللي اتحسب مرة واحدة؟ اتحسب مرة واحدة، الله ينور عليك، هو الـ error، هو الايه؟ هو الريلاتيف ايرور. طيب تعالى ناخد سميشن على الدلتا اكس. هناخد سميشن على الدلتا اكس ليه؟ للمره الثانيه، عشان المعادله معادله بلس. يبقى السميشن اللي هياخده مني هو الدلتا اكس، واللي هياخد الاستابيليتي او هحسبه مره واحده هو الاور. هبدل يعني. طيب في تركه ثانيه، ايه التركه يا مستر؟ ان التو متوزعه على معادله القياس ديه، فانا لازم اوزعها، فهتبقى معادلة القياس 2y عبارة عن ايه 2y؟ ركز معايا، الاكس اهي، الاكس عبارة عن 5 بلس اور ماينس 0.1 متر. طب والواي؟ الواي عبارة عن 7 بلس اور ماينس 0.2، لا مش 7 لان انا عندي 2y بقت 14. بتتوزع على المعادلة البراكت عادي عادي جدا، يبقى 14 بلس اور ماينس 0.4. يبقى دي معادله ال 2y اللي هي 14 بلس اور ماينس 0.4. اصبح دلوقتي الجزء الحقيقي سميشن عباره عن 5 بلس 14. 5 بلس 14 يبقى انا الاكس ام او الاكس اي توتال عباره عن 5 بلس 14 يعني 19. طيب ال 0.1 دي وال 0.4 هجمعهم، تجمعهم على طول يا مستر؟ اه هجمعهم على طول، لان مين اللي مريحني؟ العمليه نفسها، نوع العمليه سميشن. فاللي هياخد الايه؟ الايرور سميشن هو الدلتا اكس، هو الدلتا اكس. يبقى 0.1 بلس 0.4 يبقى بلس اور ماينس 0.5. خلاص، يبقى اصل الحكايه ايه؟ ان انا ما حسبتش الريلتيف هنا، انا كتبت المعادله ايه؟ على طول. طب افرض يا مستر عايز احسب الريلتيف، عادي احسب الريلتيف يا حبيبي عادي جدا. يبقى الار عباره عن دلتا اكس اهو اوفر اكس او اللي هي ديه، يبقى انت كده حسبت ايه؟ الريلاتيف ايه بتاعه. خلاص، يبقى انا دربتك على عمليه زي الديفيجن، ودربتك على عمليه زي ايه البلس. مين يجبر الديفيجن؟ مين يجبر الديفيجن في التراكم والاستابيليتي؟ اللي يجبر الديفيجن في التراكم والاستابيليتي المالتيبليكيشن. طب ومين يشبه الايه السمشن في التراكم والاستابيليتي؟ اللي يشبه السمشن في التراكم هو طبعا ايه؟ الريلاتيف. اللي يشبه السمشن طبعا هنا هو الدلتا اكس، هياخد سمشن واللي هيتحسب مره واحده اللي هو ايه؟ الريلاتيف. خلاص تمام. تعالى نروح مع بعض نشوفه. سؤال اللي وراه بيقول لي هنا سلندر
بيقول لي سلندر. السلندر دي عبارة عن 5 سنتي وارتفاع 20 سنتي والراديوس بتاعها 5 سنتي والارتفاع 20 سنتي، ومصنوعة من الايرن اوف دينستي 7800 كيلو جرام بير كيوبيك متر. فايند الفوليوم اوف السلندر ان نانو متر كيوب. جديدة دي، ايه نانو متر كيوب دي يا عمي؟ هي المشروع مش ناقصة قطر يا بابا. طيب هما عموما هما حلينها غلط ورا، فأنا هحلها وهتعرف الحل معايا وخلاص على كده، إنما متشغلش دماغك إن هي تيجي دي. هو بيقول إيه السلندر الفوليوم بتاع السلندر عبارة عن إيه؟ عبارة عن باي آر سكوير في اتش. باي آر سكوير في إيه؟ في اتش. يبقى ده مساحة الإيه؟ القاعدة multiplied by مين؟ الارتفاع. تمام. طيب مساحة القاعدة عبارة عن ايه؟ عبارة عن 22/7 في الار سكوير، طبعا اللي هي هحولها هتبقى 0.05 سكوير في الاتش، طبعا هحولها هتبقى 0.2. اللي طلع دوت سعادتك هو الفوليوم بالكيوبيك متر. طب ايه النانو متر دي؟ هقوم عامل تحويلة جميلة كده، هقول المتر عبارة عن ايه؟ 10^9 نانومتر، لان اصلا النانو 10^-9، اعكس العملية تبقى 10^9. طيب المتر كيوب يا ريس، هيبقى قول كيوب، قول كيوب يبقى دي 10^27. هما طبعا عاملينها غلط ورا، خلاص هيبقى حوار كبير اوي. فانت طبعا ايه هتبقى ملتزم بان الايه الاجابة بتاعتك طبعا تعدلها. خلاص. طب عايز الماس، الماس سهلة بقى، الماس لما هتطلع هجيبها بالملي ايه جرام ازاي؟ فرضا هي طلعت عندي مثلا 10 كيلو جرام، اجيبها بالملي جرام ازاي؟ اجيبها بالملي جرام ازاي؟ هي طلعت ب 10 كيلو جرام، اجيبها ازاي بالملي جرام؟ هقول لك هتبتدي تشيل الكيلو وهتنزل على الجرام. طيب لو شلت الكيلو ايه اللي هينزل مكانه؟ 10^3، يبقى 10 × 10^3 جرام × 10^3 ايه؟ جرام. طيب انا عايزها بالملي جرام، هعمل حاجة اسمها حذف بقى، حذف مع اضافة. يعني ايه حذف مع اضافة؟ ركز معايا، انا عايز انزل هنا الملي في نفس اللحظة هلغيه، يبقى هنزل هنا الملي وفي نفس اللحظة هلغيه. ازاي يا مستر؟ لو سمحت وضح لي. حاضر، يعني الاتنين اهو 10 × 10^3، نزل لي الملي لو سمحت واحذفه علشان يا دار ما دخلك شر. يعني ايه نزل لك الملي واحذفه؟ يعني الملي 10^-3 هحذفه بالانفيرتد بتاعه اللي هو 10 باور ايه؟ 10^3. يبقى انت كده ايه ظبطت الكلام، بمجرد ما الملي نزل رحت عملت ايه مالتبلايد باي الانفيرتد بتاعه. اصبح دلوقتي ايه العمليه ايه ما تاثرتش، يبقى انت كده ضفت الملي بدون اي مشاكل. عرفت ازاي؟ يبقى انت ممكن تحاول بالاستبدال زي ما احنا شايفين اهو، او ممكن تحاول بالايه بالاضافه والحذف، تضيف الايه الليتر بتاعك وتحذف الفاليو بتاعته ايه في نفس اللحظه بالانفيرتد، وتحذف الفاليو بتاعته في نفس اللحظه بالايه بالانفيرتد. تمام. تعالوا نروح نشوفه السؤال اللي وراه، اللي هو بيقول لي two equal perpendicular forces F1 و F2 act on an object if the resultant has a magnitude of 35 newton makes angle 45 degree to y axis. Find the magnitude of each F1 and F2. طبعا ده موضوع analysis، القريب بياخد الكوزاين والبعيد بياخد ايه الساين. القريب بياخد الكوزاين والبعيد بياخد ايه الساين. طب تعالى نرسم يا مستر ونشوف الانجل بتاعت الاناليسز علشان نعرف نحل. حاضر، عينيا الاتنين، تعالى نرسمها مع بعض. نركز معايا يا ابن الله يكرم. هو بيقول لي resultant
35 وعامله ايه 45 مع الواي اكسس. انا عايز الاكس اكسس لان الاكس اكسس هو الهوريزونتال. يبقى اهو، يبقى انت دلوقتي عندك 35 وعامله 45 مع مين؟ مع الهوريزونتال. طيب ازاي احلل 35 على القريب؟ ياخد الكوزاين، القريب ياخد الكوزاين، والبعيد ياخد الساين، الفيرتيكال ياخد ايه؟ الساين. يبقى علمها كده ان القريب بياخد الكوزاين والبعيد بياخد ايه؟ الساين. طيب كوزاين، يلا 35 كوزاين 45، 35 سيبها معايا كده، يلا انا معاك اهو على الآلة. 35 كوزاين 45، كوزاين 45. طب ما برضه 35 كوزاين 45 هي نفسها ساين 45 اللي هي 24.74.74. يبقى انا عندي هنا ايه؟ اف 1 ايكوال اف 2 ايكوال ايه؟ 24.74. عرفت ازاي؟ يبقى دي كده ايه الفاليوز بتاعت ايه؟ الفورسز اللي هما ايكوال. عملتها ازاي؟ عملتها بالاناليسيز، عملتها بالريزوليوشن. خلاص عملتها بالريزوليوشن، خلاص اللي هي عكس العمليه. عكس ايه العمليه؟ طيب عايز ايه كمان يا باشا؟ عايز الدوت برودكت اند الكروس برودكت. طب فكرني يا مستر بالموضوع. حاضر. الدوت برودكت عباره عن اي بي كوزاين سيتا، كوزاين ايه؟ كوزاين سيتا. طب ما بين مين ومين؟ الاتنين دول عبارة عن اتنين بربنديكولار، فطبعا الدوت برودكت للبربنديكولار هيبقى كوزاين 90 بزيرو. يبقى الدوت برودكت من غير ما تكمل هيبقى بزيرو. ليه يا مستر مرة كمان؟ عشان تهت منك، لان الاف 1 والاف 2 مش بس ايكوال، دول كمان ايه؟ بربنديكولار. دول كمان ايه؟ بيربنديكولار. عرفت ازاي؟ طب السكيلر الكروس برودكت، كروس برودكت هيبقى اي بي ساين، اي بي ساين 90. مش بس كده، لازم سعادتك كمان تخرج فيكتور بيربنديكولار عليهم وهتدي له الرمز ان، عشان توضح لي ان هو ايه، عشان توضح لي ان هو فيكتور برودكت. عرفت ازاي؟ يبقى احنا كده ايه خلصنا السؤال دوت، وافتكرنا مع بعض الفرق ما بين السكيلر والفيكتور برودكتس. طبعا السكيلر هياخد الكوزاين وهيبقى جاست فاليو، والفيكتور هياخد الساين ولازم يبقى ايه؟ ريبريزنتد باي ا فيكتور، ريبريزنتد باي ا فيكتور. ماشي الكلام؟ بيقول لي بعد كده كالكيوليت الابسوليوت ايرور ان ميجرينج الاريا اوف ا روم اف الريلاتيف ايرور ان ميجرينج it is 0.04 and its actual area is 45 meter square. مفيش اسهل من كده. هتعمل ماجيك ترانجل اللي انا علمتهولك النهارده وتحدد هو مديلك ايه وعاوز ايه. هو مديلي طبعا ايه مكونات الماجيك ترانجل، عباره عن ار فوق دلتا اكس وتحت اكس او، وهو بيديني طبعا الاكس او. باشا ركز معايا، مديني الاكس او على ان هي 45. ادي اول ايه؟ اول كومبوننت في الماجيك. يبقى ايه؟ ادي 45. طيب ايه كمان؟ الريلاتيف ايرور معايا، يبقى وانا مغمض اكيد هيطلب مين؟ هيطلب الابسوليوت. فعلا طلب الابسوليوت، هعمل برودكت واطلع طبعا الابسوليوت. الابسوليوت طبعا هياخد نفس اليونت بتاعت مين؟ بتاعت الاكشوال ايه فاليو، بتاعت الاكشوال ايه فاليو. مجرد ما تحضر الترينجل ده الموضوع بيبقى قمه في الايه؟ في البساطه وغايه في الايه؟ في السهوله. مفيش اي ايه مشكله معانا. والحمد لله رب العالمين. احنا كده راجعنا مراجعه سريعه على اهم اجزاء المنهج اللي ممكن تلخبطك في الامتحان، ونتمنى ان شاء الله انه يكون امتحان موفق وتخرجوا من الامتحان مبسوطين باذن الله. اشوفكم ان شاء الله على خير، وكان معكم مستر نادر اسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.